كلية الحدباء الجامعة في مدينة الموصل أطروحة دكتوراه بعنوان التحقيق في الجريمة الإلكترونية، دراسة مقارنة للباحث سعيد الجبوري. وجرى خلال المناقشة التركيز على أسباب شيوع هذه الظاهرة وكيفية علاجها، خصوصا بعد أن بدأت تؤثر سلبا على الحياة الأسرية وتسهم في تفكيك النسيج المجتمعي. العنوان هو التحقيق في الجريمة الإلكترونية، وهذا الموضوع حديث وفيه صعوبات لكودا لا توجد لدي مصادر، وإنما كانت المصادر من صعوبة الحصول عليها، والحمد لله قد أنجزت الأطروحة في وقت قياسي. من المواضيع ذات الأهمية خصوصا بعد تطور الأجهزة الإلكترونية وانتشار استعمال الإنترنت، أصبح هناك العديد من الجرائم التي تطال الأبرياء من خلال الجرائم الإلكترونية، وهي أنواع كثيرة من الجرائم. قسم منها جرائم مالية ما هو متعلق بقرصنة البنوك، وقسم منها جرائم متعلقة بجسد الإنسان مثل تجارة الأعضاء البشرية وغيرها. فكانت هذه الأطروحة لبنة في الطريق الصحيح لدراسة هذا الموضوع واقتراح تشريعات ملائمة ولو على مستوى هذا البلد لمعالجة مثل هذه الجرائم. التحقيق في الجريمة الإلكترونية وهي من الجرائم العصر اليوم، تعتبر جريمة جنائية وانتشرت في كل أنحاء العالم دول، وكان يعني بصراحة أطروحة جيدة جدا، كانت مصادر يعني رصينة جدا، وعالجت عرفت هذه الجريمة من الجرائم الجنائية المتعددة، جرائم العصر. معدلات الطلاق الموجودة في المحاكم ازدادت في الفترة الأخيرة، والأسباب إذا تقصينا هذه الأسباب نجد أن الجريمة الإلكترونية هي سبب من أسبابها، وأن الأجهزة التقنية الحديثة هي سبب كبير في هذا الموضوع. موضوع الجريمة الإلكترونية ليس من السهل الخوض فيه والبحث فيه لقلة المصادر، ولكون الجريمة الإلكترونية هي موضوع متجدد، وتتطور هذه الجريمة بتطور وسائل التكنولوجيا المستخدمة في مجال